من تزوجين هنا زواج شيخ يا الثوله يا القشمر يلي الكونانش ما بيحاط. لا تتزوجين زواج شيخ بامريكا، زواج شيخ بامريكا لا تتزوجين، عند الشيخ لا تروحين تتزوجين، المحكمه اذا ما تكون جاهزه عليك وعلى عقد زواجك بامريكا لا تتزوجين، باوروبا لا تتزوجين، بكندا لا تتزوجين، اذا مو محكمه، قشمر لا تصيرين، زوج لا تصيرين، كمش لا تصيرين، بضحكه لا تصيرين، مقطاطه لا تصيرين، جسر يعبر عليك غاياته وشهواته الحيوانيه القذره لا تصيري. لا تصيري. عقد شيخ بأمريكا لا تقبلين. لو يصبك ماس لا تقبلين. لو يصبك ذهب لا تقبلين. لو يحط لك فيلا باسمك لا تقبلين. ما دافع حكاش كل ألوم كل قرب يورطيج ويشمريج ويعوفيج. تجين تلقين ستاف مال البنك شايل غراضك وشامرهم بالشارع. قشمر بأمريكا وأوروبا وكندا لا تصيري. زواج شيخ بأمريكا وأوروبا وكندا لا تتزوجي. افتهمتي؟ حتى اذا تروحين تصدقينه مو مثل الزواج الرسمي، لان اكو بيهم يروحون ياخذون العقد الزواج على اساس بالشيخ ويروحون يصدقوا بالمحكمه هنا بامريكا، وجر القضاة وجر المحامي وجر فلوس وجر وجر، ومثل الاسايم لو تصيب لو تخيب، والشبعين ضيم والشبعين قهر والشبعين خساره وتشبعين ذله بالمحاكم، واخر شيء ما تحصلين شيء.